من شوية كنت بتكلم مع واحدة صاحبتي، بنتكلم كده بعمق، أنا وصحابي عميقين جدا جدا. فكنت بسألها، بقول لها ايه الصفة اللي انتي مش ممكن تستغني عنها في شريك حياتك، يعني او الصفة الأكتر صفة تحبي ان هي تكون موجودة في شريك حياتك. ففكرت شوية كده وسألت انا نفسي السؤال ده، لقيت اكتر حاجة ما اقدرش او شايفة ان هي مهمة جدا تكون موجودة في البارتنر بتاعك او شريك حياتك هي الحنية. الحنية دي صفة حلوة قوية يا جماعة، صفة عميقة، صفة بتدي رونق للحياة، بتدي حب، بتدي احتواء، بتدي مشاركة. علموا ولادكم ان هما يكونوا حنينين، علموا ولادكم ان هما يكونوا جيفرز، يكونوا معطائين، يدوا الحب ويعبروا عنه. انا اعرف ناس كتير جدا جدا ممكن يكون بيحبوا من قلبهم وعندهم طاقة حب، بس في الاخر ما بيعرفوش يعبروا عن مشاعرهم، مش بيعرفوا يكونوا حنينين، مش بيعرفوا يقولوا اللي هم حاسينه. علموا اطفالكم وهم صغيرين الحب، طبطبوا عليهم، احضنوهم، قولوا لهم كلمة بحبك، قولوا لهم وحشتني، قولوا لهم انتوا اهم حاجة في حياتنا. علموهم يعني ايه حب، علموهم يعني ايه احتواء، يعني ايه حنية. في الاخر بنيجي نقول ان الراجل الحنين ده رزق او الست الحنينة دي رزق. طب ما الراجل والست دي كانوا في يوم من الايام اطفال. يعني ده نداء لكل العائلات او الاشخاص اللي بيسمعوني، اغرسوا في اولادكم الحنية والحب علشان يطلعوا يعرفوا يعني ايه حنية ويعني ايه احتواء ويعني ايه طبطبة. يعني فاكرين لما طلعت اغنية حسين الجسمي كلنا اتبسطنا قوي، او قعدنا كان ترند اللي هو انا لقيت الطبطبة. على فكرة فعلا احلى حاجة في حياتك ان انت تلاقي حد يطبطب عليك، يطبطب عليك لما تكون زعلان وبتعيط وحزين، يطبطب عليك لما بتكون لما تكون بتنجح وبتكبر. احنا فعلا بندور على الطبطبة، الطبطبة دي ايكوال حنية، ايكوال احتواء. بنبسط جدا جدا لما نلاقي الشخص اللي بيطبطب علينا واحنا متضايقين وزعلانين واحنا محتاجينه. طب ما تخليك شخص بيطبطب، حتى لو انت دلوقتي شايف نفسك ان انت مش شخص حنين، لا انت ينفع تكون حنين، ينفع تبتدي بنفسك، ينفع ان انت عبر عن حبك. لما حد يوحشك ايه المشكلة ان انت تقوله وحشتني؟ لما حد تبقى مفتقده ايه المشكلة لما تروح تقوله افتقدتك؟ عبر عن مشاعرك، عبر عن احساسك. متخلوش الناس تشفط مننا الاهتمام وتشفط مننا الحب، تشفط مننا الحنية. زي ما الناس دي مريحة حاول تكون زيهم، حاول ان انت تدي هذا العطاء. قد ايه حاجة حلوة ان انت تكون جبر وتدي وتدي تدي زي ما بتاخد. انا مش بحب الناس الانانية في الحب، مش بحب الناس اللي تبقى كل حياتها عايزة تاخد فقط. زي ما انت عايز تاخد انت محتاج ان انت كمان تعطي وان انت تدي. العطاء في الحب ده من اروع واسمى الصفات. ولو انت مش شخص حنين لازم تشتغل على نفسك علشان تكون. كلنا بنقعد نقول احنا بنحب وعايزين ومحتاجين في حياتنا الشخص الحنين، بس عمرك جيت سألت نفسك هو انا حنين ولا لا؟ هو انا لما بحب بكون حنين ومعطاء وجبر وبحتوي اللي معايا ولا لا؟ يعني زي ما انت بتطلب ادي. بجد ركزوا قوي قوي في الحتة دي. على فكرة يا جماعة انا عايزة اقول لكم على حاجة، انا مش بنوعية ناس بحضر الكلام، يعني انا بحب الارتجال كده فبرتجل. يعني حاجة حسيتها يمكن مكالمة بيني وبين صاحبتي، بس انا استوقفتني اللي هو فعلا كلنا بنسأل ايه اكتر حاجة احنا عايزينها في شريك حياتنا، بس عمرنا سألنا نفسنا هل الحاجة دي موجودة فينا احنا كمان ولا لا؟ ركزوا في الحتة دي، ركزوا بجد وخليكوا حنينين يا جماعة. الحنية دي صفة مش هينفع تشتريها بفلوس، مش هينفع ان انت هي بتتغرس من جوانا، بس ممكن وانت كبير تشتغل على نفسك ان انت تبقى شخص حنين وجيفر ومعطاء وعندك بتعرف تحتوي صح وبتعرف تطبطب علشان يكون الشخص اللي معاك لقى الطبطبة. زي ما حسين الجسمي قال انا لقيت الطبطبة. انت دور على الطبطبة بحياتك وتعلم انت كمان ازاي تطبطب. قولولي بقى هل انت شخص حنين ولا لا؟ ولقيت الشخص الحنين في حياتك ولا لا؟ وانت برج ايه؟ سريعا كده من ابراج اللي انا بحبها قوي عشان هي ابراج حنينة، يعني برج الحوت برج حنين قوي، برج الميزان برج حنين، برج الحمل برج حنين جدا جدا كمان، برج الثور برج حنين قوي،
برج الدلو من الابراج الحنينه كمان، برج السرطان حنين جدا، والعقرب حنين. ثانك يو، بحبكم جدا جدا جدا. اشوفكم فيديو تاني، باي باي.